على ذكر طبعا اللاعبين الاجانب، انا لازم اسالك على نجاح النجوم العرب طبعا في الدوري الانجليزي، يعني ايه رايك فيهم سواء صلاح مع ليفربول او طبعا محرز مع السيتي او زياش مع تشيلسي؟ نعم، دعونا نبدأ بالحديث عن أحدهم. هم كلهم لاعبين مميزين، ولكن صلاح قبل كل شيء هو من معدن مختلفا تماما. يبدو أيضا أنه ليس فقط كلاعب ولكنه كرجل، يبدو أنه على مستوى خلق عالي، وإن كنت لم أتعامل معه مباشرة من قبل، ولكن الطريقة التي أراه يتفاعل بها مع الجمهور، مع الجرائد، مع زملائه، وكذلك من الناحية الفنية وما يقدمه وقدرته البدنية، وكذلك إنه يقدم كل ما لديه كلاعب كرة وكإنسان. وبالتالي بالنسبة لي اليوم هو أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم. وإن كان لدي فريق الآن في يومنا هذا، إنه لمن المؤكد أني كنت سوف أضمه مهما كان السعر، قبل ميسي وقبل رونالدو، قبل سلابا، قبل نيمار، قبل أي أحد آخر من هذه الأسماء. لأنه حين يكون لديك صلاح كفريق، لديك كل شيء، لديك لاعب ولديك ناجح. مين لاعب من الجيل